وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مهندس محمد عبد الغني، مدير عمليات تشغيل الأقمار بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات. دكتور، يعني ما الذي يعني إطلاق القمر الصناعي نايلسات 301 بالنسبة لقطاعي البث الفضائي والاتصالات بشكل عام؟ السلام عليكم يا فندم. اهلا بك. نايلسات 301 يعتبر إضافة كبيرة وقوية جدا للشركة المصرية للأقمار الصناعية. هو مش بس يعتبر أكبر قمر من أقمار نايلسات منذ إنشاء الشركة سنة 96، بس ده كمان بيقدم خدمات جديدة ومناطق بس جديدة بتضيف للشركة وبتضيف للدولة المصرية إمكانيات أكثر خلال الفترة الجاية بإذن الله. القمر 301 بيغطي مناطق تغطية في جنوب القارة الإفريقية وفي دول حوض النيل، وبالتالي بيقدر يوصل الرسالة الإعلامية المصرية لمناطق تغطية جديدة. ده طبعا بالاضافه لمناطق التغطيه التقليديه بتاعتنا في منطقه الشرق الاوسط في شمال افريقيا. ده كمان وكمان بيضيف اضافه خدمات الانترنت البرود باند عشان تبقى خدمه متكامله مع خدمات الارضيه المقدمه للانترنت، ويبقى يتكامل معاها ويقدم ساعات اضافيه جديده تخدم التطور والطلب المتزايد على خدمات الانترنت في مصر. نعم. طب على صعيد الامكانيات الفنيه، ابرز مميزات هذا القمر مقارنه يعني بالاقمار الصناعيه الاخرى التي كانت قد اطلقتها مصر؟ حضرتك القمر دوت بيتميز بمرونه عاليه اولا في تصميمه، بالتالي بيوفر امكانيات كثيره ان انا حسب السوق الموجود سواء السوق بتاع الشرق الاوسط او السوق التلفزيوني في دول حوض النيل او جنوب القاره الافريقيه، حسب الساعات المطلوبه اقدر احط لها ساعات اكثر او اقل، اقدر انقل الساعات من كل منطقه لاخرى، وبالتالي بيديني ديناميكيه في التعامل مع حسب متطلبات السوق. النقطه الثانيه ان هو القمر مؤمن جيدا ضد التشويش. طبعا حضرتك عارفين ان التشويش دوت بقت كافة العصر وقافة الاقمار الصناعيه خلال الفتره الماضيه، فالحمد لله مزود بتكنولوجيا حديثه لمكافحه التشويش المتعمد. نعم. ده بالاضافه طبعا ان هو بيقدم خدمات بث اقوى للاستقبال للعملاء واقوى للارسال، فبالتالي بيدي امكانيات للعملاء استقبال محتوى النايلسات التلفزيوني والاذاعي وخدمات الانترنت بصوره اسهل وافضل طبعا. خالص التهاني لكم ولكل الفريق المصري. دكتور مهندس محمد عبد الغني، مدير عمليات تشغيل الاقمار بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه نايلسات، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.